مرحبا. اهلا وسهلا. امر هون بيت الخاني بالله؟ اي نعم. ممكن تنادي لي على السيد عصام؟ نعم. سيد مين؟ عصام الخاني، وبسرعه شوي اذا بتريد. خير، ليش؟ في له تبليغ من شبه التجنيد مشان خدمه العلم. لعصام؟ ايه لعصام. عصام يروح على العسكريه؟ ايه عصام. وليش لحتى ما يخدم عسكريه؟ على راسه ريشه يعني؟ ليكون غلطان، ليكون بدك عاصم الخاني. على كل حال عاصم وحيد وما بيخدم عسكريه. لا اخي، ها شوف تمسجع عندي، عصام حسن الخاني، بقى ناديله اذا بتريد. لسه بيقول لي ناديله؟ ولك يا حبيبي عصام بنت مو شاب. شو هالحكي؟ بس مكتوب عندي هون انه شاب. ايه صلحوا معلوماتكم لكان. طيب ممكن نشوفه شوي؟ لمين؟ لعصام. قصدك تشوفها؟ اخي ما بتفرق. بابا عصام تعي شوي. خير بابا؟ شوفي جايني بلغوك على العسكرية. أنا عسكرية؟ تعي بابا تعي. حضرتك السيد عصام؟ ايه نعم أنا. الهوية إذا ممكن. تفضل. نحن آسفين يا آسي، يبدو أنه في غلط، مفتكرينك شاب ومتخلف عن الخدمة. شاب؟ ومتخلف كمان؟ طيب ليش انزعجتوا كل هالقد؟ الغلط مردود. وقعي لي هون اذا تريدي. طولي بالك لا توقعي. على شو بدك توقعي يا حبيبي؟ على مذكرة التبليغ. لك شلون بدك تبلغني؟ مالك شايفني بنت؟ انا قالوا لي بلغه لعصام الخاني، مو روح شوفه اذا كان بنت ولا شاب. امسك، ما رح اوقع على شيء. ايه انت حرة. على كل حال لازم تراجعيهم بالمغفر لحتى يصححوا لك الغلط. وشو دخلني انا؟ اذا انتوا غلطتوا انا ليش لحتى اروح على المغفر؟ الغلط مو من عنا يا انسه، يا اما من النفوس يا من التجنيد. بعدين نحن ما رح ناخذ من وقتك اكثر من ربع ساعه، اجراء شكلي مو اكثر. طيب وليش المخافر؟ لك اجراء شكلي مو اكثر. ايه روح انت عنا، ضروري هي تروح. ليكو الثانية ليكو. هلا هي صاحبة القضية ولا انا؟ هي اللي انطلبت على العسكرية ولا انا؟ هذا اللي كان ناقصني على اخر العمر، فوتت المخافر. ايه بسيطة بابا، بسيطة. شغلة صغيرة بتتصلح، بتصير وين ما كان، لا تعقدوها. شفت؟ يعني لو كان اسمي فريحة ولا سميحة ولا أبيحة ما كانت صارت معي هيك غلطة. ايه ستي، كان بيصير غيرها. هلا وقفت الشغلة على هي. فعلا غلطة شنيعة، الله يسامحهم على الفصل. منو هدول؟ جماعة التجنيد، فظاعة شو إنه مشكلجية. حدا بيغلط هيك غلطة. المهم يا أستاذ، نحن أداة تنفيذ وبس. بيعطونا هالاسماء بيقولونا روحوا بلغوا منبلغ، مو شغلتنا تدقق وراهم. مغفر هاد مو ديوان تدقيق معاملات. معك حق، الغلطه مو غلطتكم ابدا. غلطتهم ولا مو غلطتهم، المهم يا ريت تخلصوني بقى من هالقصه. تكرم يا سيد عصام. انسه اذا بتريد. صحيح، عدم مؤاخذه، افتح لي محضر يا ابني. محضر؟ ولشو المحضر؟ دبرها بلا محضر، الله يسترك. ما بيصير يا استاذ، لازم ينكتب محضر. بعدين انتوا ليش خايفين؟ هذا اجراء شكلي مو اكثر، يعني روتين عادي. افتح لي محضر يا ابني باليوم والتاريخ. عندما قام الشرطي، اكتب لي اسم الشرطي، بتبليغ المكلف عصام الخاني. مكلف؟ انا مكلف؟ لا تكتب مكلف، لا تكتب مكلف، الله يخليك. هي مكلف هي. معلش انت بتريد، هذا شغلي وانا بعرف شو لازم اكتب. اكتب يا ابني، تبين للشرطي أن المذكور أنثى، وبما أن الإناث غير مشمولين بقرار السوق إلى خدمة العلم، رقم وتاريخ. أكتب يا ابني رقم وتاريخ. لم يقم الشرطي بتبليغ المذكور أعلى، بل تم استدعاؤه للمثول أمام رئيس المخفر. وعندما حضر المكلف عصام الخاني لمقابلتنا، تبين أنه غير مكلف، وطلبنا منه إشعار بعدم التكليف من شعبة التجنيد. إذا بتريدي بدنا إشعار من شعبة التجنيد. لسه بدي اروح على شعبة التجنيد؟ معلش يا انسه، بدك تتحملي شوي، يعني اجراء شكلي مو اكثر. بتجيب الاشعار ومسكر المحضر وبنوصل القصه كلها. معلش بابا، معلش، امرنا لله، شو بدنا نعمل يعني؟ بنروح على شعبة التجنيد. We'll be right back.
إشعار بعدم التكليف، إيه؟ بسيطة. بس وينه السيد عصام؟ ليش ما إجا معكم؟ ليكني قدامك. عفواً عفواً، حضرتك آنسة وتبلغتي عن طريق الخطأ، مو هيك؟ ماشي الحال، شغلتك بسيطة. طيب طالما بسيطة حلوا لي إياها بقى، حاجة تاخذوني وتجيبوني، يعني كثير حلو منظري أنا وفايتة على شعبة التجنيد. معك حق. بس شو بدنا نحكي؟ الله يسامحهم على هيك غلطة. منو هدول؟ جماعة النفوس. يعني لو عم يشتغلوا صخرة مو هيك. المهم هلا وين الإشعار؟ الإشعار يا أخي مو مشكلة، بدقيقة واحدة بيطلع، بس بدي إخراج قيد جديد. إخراج قيد؟ ومشان شو إخراج القيد؟ لا استند عليه، على شو بدي استند؟ الشغلة لازم تكون قانونية يا جماعة. يا عيني، طلع فيني منيح. تمعن بشكلي، أنا بنت ولا مو بنت؟ ما حدا قال غير هيك. الله يحميكي لشبابك. بس قناعتي الشخصية شيء والقانون شيء تاني، والإجراءات لازم تصير. ما بقدر حط شيء على مسؤوليتي. ليش لوجع راسي على آخر العمر؟ إذا مشان وجع الراس منجيب لك كم حبة. إذا بتريدي ما بدها مقلسة الحكاية. أنا ما بطالع الإشعار من عندي بدون إخراج قيد، هيك الأصول. إيه بس نحن نفوسنا بحلب. إن شاء الله يكون بمالطا، هيك القانون. هلأ لو سميتني شكرية، فكرية، نظمية، زفتية ما كان أحسن لي؟ بلى أحسن. مرحبا يا أختي. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلين، خير؟ السيد عصام الخاني موجود؟ قصدك الأنسة عصام؟ لا مو هون، سافرت على حلب. خير؟ مطلوبة لتراجع شعبة التجنيد بأسرع وقت. لا حول ولا قوة إلا بالله، لسه بدها تراجع؟ وقعين لهون لو سمحتي. لا أخي أنا ما بوقع. على راحتك، بس رح أكتب وجدنا الأم ورفضت أن توقع على التبليغ. مبروك سيد عصام، كبشنا الغلطة. إيه الحمد لله. بس إيش هالغلطة؟ مو مقبولة أبداً. الله يصلحك يا أبو سعيد. مين أبو سعيد أخي؟ هذا الموظف اللي نقل السجل من دفتر لدفتر، الظاهر مخربط بالجنس لخيه، بس كوني سيد عصام لا يكن لك هم، شغلتك محلولة. من شان الله حاجة تناديني سيد عصام، لك أنا بنت مالك شايف؟ إيش قالوا لك عني ما بطس؟ بس أنت هلا بنظر القانون شب، لبين ما نعدل وضعك بالسجلات اللي عنا. وما تعدلوا لوضعها، شو منتظرين؟ ليش بك معصب لخيه؟ ميت السلامة، في إجراءات لازم تصير إلك. وشو هالإجراءات بقى؟ صعبة؟ لا ما هي صعبة، إجراء شكلي مو أكتر، روتيني يعني. سيادة القاضي لازم يشوفها. قاضي؟ أنو قاضي؟ بدنا قرار محكمة لحتى نحسن نصلح السجلات. بس لا تخافوا، بجلسة وحدة بينتهي الموضوع. لسه بدنا نفوت على المحاكم؟ إذا هذا أبو سعيد تبعكم غلط، نحن شو دخلنا؟ أنا شو ذنبي لحتى تجرجروني على المحاكم؟ أخ لو شوفوا لهالأبو بطيخ لكن دقيت بزمارة رقبته. صعب استاذ، ابو سعيد عطاك عمره من شهرين. قال لازم تراجعوا شعبة التجنيد باسرع وقت، بس انا ما رضيت اتبلغ. يا سيدي راجعنا النفوس وقال بدهم حكم محكمة ليصححوا الغلط. ها وامتى بيطلع الحكم؟ بده ياخذ وقته. المهم لازم يوصلني إخراج القيد بأسرع وقت لحتى صحح سجلاتي أنا كمان، وإلا رح أضطر أخذ إجراءاتي. أنا إجراءات؟ إن شاء الله بدكم تسوقوني على خدمة العلم؟ هو صحيح إنك بنظر الشعب مكلف، بس ما رح نسحبك على الخدمة قبل ما نحول الموضوع للجنة عسكرية، وهي بتبت بالموضوع آخر شيء. يعني إجراء شكلي مو أكتر. شلونك يا عاصم؟ شو أخبارك بابا؟ أخبارنا؟ ما بتسر أبداً. رح يسحب أختك على الجيش. لا لا مو عكلية الحربية، استدعوها لخدمة العلم. إيه إيه بالغلط. شو بدنا نعمل؟ عم نحوص واللوس مثل الخنفسة بالطاسة مشان نصلح الوضع. ايه هون بابا هون، تعال احكي معه. اهلين عاصم، لك شفت شو صار فيه؟
لا، مستنين قرار المحكمة. بتطلع في عطلة قضائية. شعبة التجنيد كل يوم والتاني عم تبعت لي شرطي على البيت. خايفة يسحبوني على الجيش عن جد. ايه اذا بتقدر تجي تعال. هاتي امي. ايه امي، امتى بدك تجي؟ على اول طيارة؟ يا ميت اهلين وسهلين. لا امي سلامتك، ما بدي شيء ابدا. الله معك حبيبي، رح يجي على اول طيارة. يا ريت ما حكينا له، يعني بلا ما يعطل شغله. معلش بابا، خليه يوقف جنبي بهالظروف. بعدين هو اللي عرض يجي، مو انا اللي قلت له. ولك يا بابا، هين احنا جنبك، بعدين حاجة تحملي القصة كل الأد. قضيتك بإذن الله رح تنحل، يعني مو بقيان إلا شوية إجراءات شكلية مو أكتر. شو بابا؟ كمان أنت صرت تحكي مثله؟ صار لنا شهر بالإجراءات الشكلية، تركت دراستي وجامعتي وصرت عم نطط من المخفر للتجنيد للمحكمة للنفوس، وكله بيقول لي إجراءات شكلية مو أكتر. واحد بينادي لي الأستاذ عصام، والثاني بيقول لي المكلف، والثالث بيقول لي شو يا ليش هيك لابس؟ صرت فرجة بين الناس على الطلعة والفوتة، وكلكم ورفقاتكم. وحدة بتقلي قال شو تمرني على التمرين السادس والتاسع، والتاني بتقلي وقفي باستعداد وضربي تحية ومشي رملا، والتالتة شو بتقلي قال ضربي معتك من هلأ على أكل الجيشة وخصوصي البرغل والبطاطا المسلوقة. صدقني يا بابا، صدقني صرت شوف الشرطة بمنامي، صرت دايما عم شوفهم ساحبيني على الجيش. أنا شو ذنبي؟ شو ذنبي إذا موظف غلط؟ ليش لحتى انا ادفع ثمن غلطته من راحة بالي ووقتي واعصابي؟ لك حاجتي بقى حاجتي، وانت لسه بتقلي اجراءات شكليه مو اكثر. اخ قلبي عم بيتقطع على هالبنت يا ابو عصام. كانه غلطنا لما سميناها عصام، ما هي؟ ايه ايه، اليوم ابني عاصم جاي من السفر. لا، راحت بنت عصام هي وابوها يستقبلوه بالمطار. على عيني، بس يوصلوا انا بحكي معك. ها يمكن وصلوا. يلا عن اذنك. شو وينو عاصم؟ ما اجى من السفر؟ بلا اجى. وينو لكان؟ كما شوف بالمطار. ولي على قامتي، ليش شو عامل؟ مو عامل شيء، ساقوا لخدمة العلم. خدمة العلم؟ ليش عاصم مو وحيد؟ هيك كان وحيد قبل ما يطلع له.